السلام عليكم خالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤال الشيخ لو سمحت. طلبت بعض الكتب من شركة شحن من مكتبة، وأرسلت لهم ثمن الكتب أونلاين من خلال فودافون كاش، لكن ثمن التوصيل جاب عند الاستلام. وبعد لما ارسلت لهم بعد فتره وما صرف الكتب، حاولت مع شركه الشحن، كل ما رن عليهم يفصلوا، وفي الاخر ارسلوا لي ان هم جايين لكن مش هيوصلوا للقريه. انا كاتب في العنوان القريه وهم قالوا احنا مش هننزلوا قرى، فقلت لهم خلاص رد بالطلب، انا مش هقدر ان اوصل لك للمركز يعني. فقال ماشي خلاص ورد. المهم صاحب المكتبه قال لي ان انا عاوز 120 ثمن التوصيل. قال هم عليا كده؟ هو ما وصلها الى بيتك. نعم؟ لم يوصلها الى بيتك. ايوه انا كاتب في العنوان لحد البيت وهو ما وصلهاش. المؤمن عنده شروطين. يعني هم عليا كده بس هم ما قاليش على كده من الاول. هو ما وصلهمش للبيت وانت متفق معه توصلهم للبيت. ايوه. ليس عليك اسم انت. جزاك الله خير. وياك. سلام.